الحمد لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق المأمون. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به وعزَّروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، وأولئك هم المفلحون. أما بعد، أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، قبل أن نبدأ في خطبة اليوم أذكر بخطأ متكرر جدا من بعض الناس هداهم الله، وهو أنهم يتأخرون عن الحضور لصلاة الجمعة حتى يحضر الخطيب، وهذا يشمل أخطاء كبيرة كثيرة، أخطرها وأهمها التأخر عن حضور صلاة الجمعة حتى يحضر الخطيب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الملائكة تكتب من يحضر إلى الجمعة، حتى إذا دخل الخطيب طوت الملائكة صحفها ثم دخلت تستمع الذكر، أي الخطبة. فمن حضر بعد دخول الخطيب لم تكتب الملائكة اسمه. ثم هم أيضا يجمعون مع هذا الخطأ خطأً آخر خطيراً، وهو تخطي رقاب إخوانهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تخطى رقاب المسلمين فقد اتخذ جسراً إلى جهنم، نعوذ بالله من ذلك. وأيضاً أن بعضهم يدخل والإمام والمؤذن يؤذن ثم ينتظر واقفاً حتى إذا فرغ المؤذن شرع في تحية صلاة المسجد وقد بدأ الخطيب خطبته، وهذا خطأ أيضا. فإن متابعة المؤذن سنة ومتابعة الخطيب واجب، والسنة لا تقدم على الواجب. فاحذروا عباد الله من هذه الأخطاء التي متكررة من بعض الناس هداهم الله. معاشر المسلمين، استقيموا على ملتكم الإبراهيمية الحنيفية وشريعتكم المحمدية، وذلك بأن يسلم المرء وجهه لله، وأن يتحرر من رق العبودية لمن سواه، وأن يحقق التوحيد له سبحانه. قال الله تبارك وتعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ثم اعلموا عباد الله أن من شر الأعمال إحياء سنن أهل الجاهلية، وذلك سبب لغضب الله ذي الجلال. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهري قدمه. رواه الإمام البخاري. والجاهلية عباد الله هي ما كان عليه الكفار قبل البعثة النبوية، سواء كانوا من أهل الكتاب أو من الأميين. والجاهلية العامة زالت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أخطأ وضل من وصف قرننا هذا بالقرن الجاهلي أو عصرنا بالعصر الجاهلي. وهناك أمور هي من سنن أهل الجاهلية، أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى أنها ستبقى في بعض أفراد أمته، يجب الحذر منها. ومن ذلك قول نبينا صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. رواه مسلم. وهذا علم من أعلام النبوة، إذ بقيت هذه الأربع في أمته، فالفخر في الأحساب والطعن في الأنساب موجود بين بعض القبائل والعشائر والعائلات، وكذلك الاستسقاء بالنجوم
كان يقول مطرنا بنجم كذا أو ظهر الغبار وظهر كذا وكذا بظهور النجم والطالع الفلاني، وهذا شرك أكبر إن اعتقد لها تأثيرا، وشرك أصغر إن اعتقد أنها سبب فقط والفاعل هو الله تعالى، لأنه جعل من ليس له من ليس سببا سببا، والله جل وعلا قد لم يجعله سببا. والنياحة هو رفع الصوت بندب الميت أو شق الجيوب أو لطم الخدود، وهي موجودة في بعض ديار أهل الإسلام. عباد الله، ومن سنن الجاهلية ما قاله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. متفق عليه. والمنفي من العدوى ما كان يعتقده أهل الجاهلية من تعدي الأمراض بنفسها دون تقدير الله، وإلا في الشريعة أمرت بأخذ الأسباب دون الاعتماد عليها وحدها، كقوله صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد، رواه البخاري. وأما الطيرة فهي التشاؤم بأصوات الطيور كالهامة وهي البوم، أو بالشهور كصفر، أو بصباح صاحب العاهة كالآور أو نحوه، أو بالكلمة السيئة يسمعها. وقد جاء في الحديث: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، ومن وجد شيئا من الطيرة في نفسه فعليه أن يتوكل على الله ويجاهدها على دفعه ويمضي في شأنه. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. ومن سنن الجاهلية سوء الظن بالله تعالى، سواء فيما يتعلق بوعده أو وعيده أو ثوابه أو عقابه. قال تعالى مخبرا عن المنافقين: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. فعليك عبد الله بإحسان الظن بربك وسترى ما يسرك. عباد الله، ومن سنن الجاهلية تبرج النساء وسفورهن، وقد نهى الله تعالى عنه بقوله: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. والناظر في أحوال النساء في هذه الأزمان ما يندي الجبين ويدمي القلب. نسأل الله السلامة والعافية. بارك الله لي. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، لا رب لنا سواه، ولا نعبد إلا إياه، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله ومصطفاه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فاتقوا الله حق تقواه أيها المسلمون. ومن سنن الجاهلية العصبية لغير الدين والقتال تحت راية عمية أو حزبية. قال صلى الله عليه وسلم: من قتل تحت راية عمية يغضب لعصبية ويدعو لعصبية فهو في النار، رواه مسلم. لأن هذا من عزاء الجاهلية وحمية الجاهلية التي قال الله فيها: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. فمن تعصب لأهل بلدته أو مذهبه أو طريقته أو قرابته أو أصدقائه دون غيرهم ودون حق كانت فيه شعبة من الجاهلية، حتى يكون المؤمنون كما أمرهم الله تعالى إخوانا معتصمين بحبله وكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. عباد الله، ومن سنن الجاهلية الخروج عن الطاعة ومفارقة الجماعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا فكرهه فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، رواه الإمام مسلم. واللهم اجمع كلمتنا على الحق، واهد ضلالنا، وأصلح أحوالنا، يا حي يا قيوم يا رب العالمين. عباد الله، صلوا.